هذا هو أغلى الأشواط، هنا يبقى في ميدان التحدي. هذا هو المحك الحقيقي الذي استعد له المضمرين. هذا المهرجان الغالي على قلوب أبناء الخليج. الله يا سلام، الخنجر روح إلى الخنجر، تنطلق نحو الشلفة، إلى الشلفة طار، إلى الشلفة طار. في شوط الكبار، في شوط الملايين، في شوط الجماهير، شحاني السيف. يتحرك الشعار الأحمر، الشعار الخطير، الشعار الكبير. مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لسباق الهجن العربية الأصيلة من 3 حتى 14 من ديسمبر، الساعة 6 صباحاً و12 ظهراً، مباشرة على قناة الريان.